بكرة بديت من 93 واللي تميزت فيه من الأساس فرنش بيكري وهي تصنيع الخبز التقليدي الفرنسي. المشروع بدأ بسفرة على فرنسا وتعرفنا على شيفية مهمين، نقينا منهم شيف وبلشنا نتعاطى نحن وياه ونشوف كيف ممكن نجسد الفكرة. فتحنا وبلشنا على صغير وصرنا نتطور شوي وشوي. كان ترند جديد على البلد، فيه نكهة غير نكهة الخبز العادية، في حرفة، طريقة الخبز غير. لليوم نحن بعد عنا شيف كونسلتنت بيجي كل 3-4 أشهر بيعطينا روستات جديدة، بينوع بالأصناف، بيصلح. الشغل الصعب بهيدي المصالح انك تعطي زيت النوعيه، ولليوم بعد 21 سنه عم نجرب انه مش بس نبقى بالسوق المحلي اللبناني، انه نتوسع بعد لبرا اكثر. وقتها بتتعب بمصلحه معينه بتحس عنك فخور باللي انت صنعته وبتصير تعطي اكثر واكثر وتكبر اكثر واكثر، وهيدا اللي صار معنا. اعضاء